فمعنى ايه الفرق ما بين بير اوبجكت وبير بارتيكل او بي بي؟ زي ما هنبتدي نلاحظ المصطلح بتاع بي بي، زي ما احنا شايفين هنا في عندي لايف سبينز بي بي، فما هو البي بي؟ هو يقصد بها بير بارتيكل. طب يعني ايه بير بارتيكل؟ يعني لكل بارتيكلية. فهنا بيقول لي انت عايز تضيف كولر لمين، فتح لي البارتيكل كولر ده، بيقول لي هل لبير اوبجكت اتريبيوت؟ هنا يقصد بيها انه الكولر اللي انا هضيفه هينزل على مجموعه البارتيكل كلها كانها اوبجكت واحد، يعني مش هقدر ان انا اتحكم في لون كل بارتيكلايه، لا ده لو انا قلت احمر هتبقى البارتيكلز كلها لونها احمر. ليه بير اوبجكت اتريبيوت؟ يعني هو بيتعامل معاها كانها وحده واحده كلها. انما لو قلت له بير بارتيكل اتريبيوت، يعني انا اقدر ان انا بطريقه ما هنعرفها ان انا اقدر ان انا اتحكم في لون كل بارتيكلايه، بير بارتيكل لكل بارتيكلايه، وشيدر ان انت ممكن تتعامل من خلال الهايبر شيد على البارتيكلز دي. فانا هقول له لا انا عايز اد بير اوبجكت اتريبيوت حاليا مثلا يعني. فلو رجعت هنا تاني هتلاحظ ان انا لو قلت له اد بير اوبجكت اتريبيوت وقلت له اد اتريبيوت، يعني اضيف لي الاتريبيوت هنا، بمجرد ما هدوس عليها هلاقي ان كولر ريد وجرين وبلو نزل لي الثلاث قنوات الخاصه بالار جي بي نزلت لي هنا. ولو جيت بصيت حتى كمان على البارتيكل هتلاقي ان انا وانا دايس اربعه او انا دايس خمسه، يعني حاليا البارتيكل اصبح لونها اسود فاحم. اللون الاسود ده جه نتيجه بسبب ان اول ما نزلت الثلاث قنوات ال ار جي بي نزلوا لي على ثلاث اصفار، وثلاث اصفار في الار جي بي بيدوني فعلا اللون الاسود. ولو انا حبيت ان انا اخليهم لونهم ابيض هبتدي ان انا اقول واحد 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 بالشكل ده، فانا خليت الكوره كلها واخده اللون الابيض زي ما اتفقت معاكم. انا اضفت بير اوبجكت اتريبيوت فالكولر بينزل على البارتيكل كلها. طبعا تقدر ان انت تخليها مثلا كلها لونها مثلا بالشكل ده احمر لو حبيت، او ان انت تبتدي بقى تغير تشوف ايه اللون اللي انت شايفه هيبقى مناسب لغاية ما توصل للدرجة اللي انت بتدور عليها مثلا. ولو انت حافظها ممكن تكون ناقلها، ممكن تكون ناقل القناة نفسها اللي انت عايزها، تكون ناقل الارقام بتاعتها وتضيفها كلها فتوصل للنتيجة اللي انت عايزها مباشرة. ده لو اتكلمنا على بير اوبجكت اتريبيوت لو جيت اتكلمت على الكولر. طيب لو جينا ان احنا قلنا حبينا ان احنا نشوف بير بارتيكل اتريبيوت، بير بارتيكل اتريبيوت طبعا خد بالك لما دوست على كولر انا دلوقتي تاني لاحظت ان بير بارتيكل هي الوحيده اللي مفتوحه، او هي وشيدر واد بير اوبجكت اتريبيوت خلاص اتقفلت لان انت اضفته خلاص بقى موجود. وحاليا انا اصلا كل ده انا بتكلم على سفيرز، يعني لو دخلت على نوع تاني من انواع البارتيكل هيبقى هو كمان ليه الكولر الخاص بيه بالشكل ده يعني. فلو قلت بير بارتيكل اتريبيوت، هل لو قلت له بير بارتيكل اتريبيوت هتنزل لي بير بارتيكل اتريبيوت هنا وسط المجموعه دي؟ مش هو ده اللي هيحصل. اللي هيحصل انه هينزل تحت المجموعه الخاصه الفولدر اللي اسمه بير بارتيكل اتريبيوت. هنا دول الاتريبيوت الخاصين باي تعاملات مع البارتيكل لما تكون عايز تتعامل مع بارتيكلايه بارتيكلايه. فحاليا لو انت جيت دورت هتلاقي ان فعلا مفيش اي اتريبيوت خاص بالكولر، فهتجيبه من كولر يفتح لك بارتيكل كولر وتقول له اد بارتيكل اتريبيوت وهتقوم قايل له اد اتريبيوت. لما تقول له اد اتريبيوت هينزل لك ار جي بي 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 ار جي بي بارتيكل، وحاليا جنبي فراغ. ولو جيت بصيت على البارتيكل هتلاقي ان مفيش اي جديد حصل. لازم ان انت تبتدي تقول له ازاي هتلون البارتيكل. فلو جيت كليك يمين هنا وفضلت واقف بكليك يمين في المنطقه دي ممكن تقول له ان انت عايز تعمل كرييت رامب، ان انت تلون البارتيكل من خلال رامب. فلو انت واقف على كرييت رامب وسبت هتلاحظ ان بقى في رمباية ظهرت، او في رمباية حاليا موجودة. لو دوسنا ستوب وريوند تاني عشان نعمل ريفريش للبارتيكل هتلاحظ ان البارتيكل واخدة، فاكرين
الشكل الجاهز للرام الديفولت دايما بيبقى واخد ايه، احمر واخضر وازرق او الار جي بي. فحاليا الرامبايه نازله بالديفولت كولر بتاعها، فلو حبيت ان انت تلعب فيه او تغيره بتكليك يمين هتلاحظ ان مكتوب اراي مابر واوت كولر بي بي، وهتلاقي السهم ده خرج. ممكن تقول له اديت رامب، ان انت عايز تاديت في رامبايه، عايز ان انت تغير في شكل رامبايه، فهتقول له اديت رامب، وهتبتدي تلاحظ ان دخلت على الرامب اللي انا كنت لسه بتكلم عنها. تقدر مثلا لو انت عايز تطفي اللون الاحمر، طفيت اللون الاحمر، طفيت اللون الاحمر، فاصبح عندك اللونين فقط الاخضر والازرق. لو دوست بلاي هتلاحظ ان البارتيكل اول ما بتنبعث او في لحظه الولاده من الاميتر بتاخد اللون الاخضر، وفي لحظه النهايه بتاخد اللون الازرق. لو بصيت وركزت هتلاقي ان البارتيكل في لحظه البدايه فعلا بتاخد اللون الاخضر، وبتاخد اللون الازرق في لحظه النهايه او لحظه الوفاه بتاعتها. ده بسبب ان البارتيكل الرامب بداية النشوء للبارتيكل بتبقى واخدة الاتجاه ده، يعني ده الاتجاه، دي بداية البارتيكل ودي النهاية بتاعتها. فدايما حط في اعتبارك بداية ونهاية الرامب، لأن هيؤثر على بداية ونهاية لون البارتيكل. فتقدر ان انت لو قلنا ستوب ومسكنا البارتيكل عشان ندخل على الاتريبيوت تاني بارتيكل شيب 1، ودخلت هنا كليك يمين اراي مابر ودخلت على ايديت رامب، تقدر ان انت تغير في الالوان زي ما انت عايز. ممكن تحط اكتر من لون، ساعتها هيدي لك تنوع هيبقى ظريف. مثلا ممكن تغير بقى شوية، أنا بس عايز أوريك إن أنت ممكن تطلع شكل ممكن يكون فعلا لطيف جدا من البارتيكل. وإحنا لسه يعتبر كمان ما اتكلمناش عن أمثلة حقيقية، ده إحنا بس بنعرف إيه هي أساسيات التعامل مع البارتيكل كإميتر وكبارتيكل. فمن خلال الرمباية قدرت إن أنت تلون البارتيكلز بتاعتك بالشكل ده. لو مسكت البارتيكل وغيرت نوعها، خليتها مثلا ستريك، فلاحظ الشكل اللي ممكن تحصل عليه. برضو زي ما انا بقول احنا لسه ما بنتكلمش عن يعني خدعة حقيقية، انما ده فقط لمجرد ان احنا نستوعب البارتيكل سيستم. فان شاء الله نكمل في باقي الدروس امثلة توضيحية اكتر، ونبتدي نتكلم عن بقية القوائم الخاصة بالبارتيكل.